حكايه الكميات دي الكتيره. ما بقاش دلوقتي كمان، بقت حاجه كتير والله غاليه. فارجوكم كمان تخفيف، التخفيف، تخفيف من الحاجات. ليه انا اروح النهارده اشتري؟ ليه بروح اشتري كم؟ مش عارف، محدش هيعمل الكلام ده. وعلى عايز اقول لكم، ناس نازله تتفرج وناس مصدومه، كله بيقول لك انا جاي اشوف الاسعار اخبارها ايه. يقول لك والله لو لقيتها غاليه قوي لا هخفف، مش هشتري زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت واخد 3 كيلو، السنه دي ممكن يبقوا نص كيلو، كيلو، كيلو الا ربع، لانه هي الميزانيه هتكفي ايه ولا ايه؟ ده السكر غالي عشان الحلويات، اللي مش عارف القيمه المضافه زودتوها، البنزين زاد، فالتاكسي الابيض زاد، وعندنا حلقه النهارده على التاكسي الابيض. التاكسي الابيض العداد بتاعه بدايته كده 4 جنيه وكل كيلو 100 كام؟ 75 قرش. وهنعمل مقارنه، كريم كمان زود ولا لا؟ اوبر زود ولا لا؟ هنعمل ايه الايام الجايه؟ ما انت كل حاجه دلوقتي بتزيد، مفيش حاجه بترخص. ايه هو اللي اتحدى حد يطلع يقول لي في حاجه رخصت على مدى 4 شهور 5 شهور من ساعه رمضان للنهارده؟ واحد يطلع يقول لي على الهوا في سلعه في البلد رخصت هديله مكافأة؟ أنا بقول أهو هديله مكافأة. اللي هيكلمني هديله 200 جنيه. اللي يقول لي سلعة واحدة من رمضان للنهاردة نقصت هديله 200 جنيه. أهو بتحدى. مفيش. ده قول لي زادت كام؟ 10 20 40 80%. بقول لكم في ناس بعتت لي قبل الحلقة حلاوة المولد زادت 100%. مش عايز أتكلم على أسماء ناس يعني. 100%. لكن اللي انا شفته زايده 30 و60%. ال 100% ممكن في الحاجات اللي هي غاليه قوي، اللي هي العلبه اللي ثمنها يعني 1000 جنيه. فدي ما يعني مين اللي هيشتريها يعني؟ كده يعني. فخلاص مش بتاعتنا، فمش هندور عليها كتير يعني. ولكن خلينا في الطبيعي الناس هتشتريه، اللي هي اللي في باب الشعريه، اللي هنا، اللي حضراتكم عارفينها. خلينا نشوف طبعا النهارده زي ما بقول حلقتنا هتكلم عنها بعد شويه. التاكسي الابيض اخباره ايه؟ التاكسي الابيض العداد هم السعداء بيقول لك لا ايه ال 4 جنيه دي؟ في ناس كمان بتشتكي بيقول لك التاكسي ده بيحدد على مزاجه هو، المشوار ده اللي مش عارف اللي كنت بدفع فيه 10 جنيه النهارده 25 جنيه، المشوار اللي بدفع فيه 50 بياخد 140 بيحدد.